السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم في Software Project Management. في هذا الفيديو راح نخلص إن شاء الله شابتر الخامس والسادس. شابتر الخامس والسادس بعض الأمور راح نغطيها، مرينا عنها بس بما أنها شابتر موجود في كتابكم فراح نمشي فيها حسب الشابتر. خلينا نبدأ إن شاء الله. فلنعمل شير للسكرين. اوكي باوربوينت. اوكي الشابتر الخامس بروجكت سكوب مانجمنت. احنا زي ما انتم عارفين حكينا عن شو هو السكوب. اذا بتتذكروا السكوب هو عبارة عن لما نحكي سكوب نحكي عن شو هو المشروع. طبعا هاي عباره عن هون عشان شابتر لحاله، لانها عباره عن دوكيمنت لازم تكون موجوده في المشروع، في اوراق المشروع بشكل كامل. السكوب لازم تكون موجود فيها، اللي هي طبعا تعطي نبذه عن المشروع وشو راح يعمل بالمشروع بتفاصيله. بس السكوب هي عباره عن النظره العامه عن المشروع، بعدين بعد هيك الاوراق اللي بعد هيك تبدا تفصيل اكثر واكثر واكثر. خلينا نيجي على السلايد الاولى. What is the project scope management؟ زي ما حكينا قبل هيك بقرأ لكم ال bullet points اللي موجودة. Scope refers to all the work involved in creating the product. كل اللي راح نعمله بالمشروع راح يكون هو هذا مضمون شغلنا. مضمون شغلنا، أي نعم نكتبها في ال project documentation بتكون موجودة، بس ال scope refers to all work involved in creating the product of the project and the processes. فالسكوب شو احنا بدنا نعمله بالضبط لازم نكون كاتبينه، نفس الوقت بنمشي عليه حسب الخطه اللي بعد السكوب بتصير فيها التفاصيل اكثر. Deliverable describes a product produced as part of the project. في السكوب بنكون احنا كاتبين مثلا بهذا المشروع راح يتم انجاز نظام تسجيل الطلاب اونلاين مثلا. اوكي فراح يكون السكوب شو بدنا نعمل وشو الخطوات، بس مش ممكن ما يكونش بالتفصيل، بس لازم يكون التفصيل موجود في البروجكت دوكيومنتيشن. بروجكت سكوب مانجمنت هون بنحكي عن ان احنا لازم نمشي على الخطوات اللي بنكون احنا رسمينها اللي بتناسب السكوب اللي احنا كتبناه. بروجكت سكوب مانجمنت includes the processes involved in defining and controlling what work is or is not included in the project. السكوب ممكن نكتب برضه بالسكوب انه هذا المشروع راح يتم انجاز نظام تسجيل للطلاب مثلا، بس ممكن برضه نكتب هذا المشروع لا يتضمن الربط مع مثلا الهيومن ريسورس مانجمنت سيستم اللي موجود في الجامعه مثلا. فبنكون كاتبين شو اللي بتضمن وشو ما بتضمن في هذا المشروع. ضروري حتى ان احنا نكتب شو اللي احنا ما راح نعمله برا المشروع، ممكن يكون عبارة عن مشروع ثاني بعدين، بس برضو من المهم لأنه ما بدنا الكاستمر يصير يفكر إنه لا إحنا رح نعمل هيك. فلما تكون كتابة هم يقرؤوها بيعرفوا وبوافقوا على إني أنا بدي أعمل مثلا بدي أعمل 1 2 3 بس ما بعمل 4 5 6، بدي أعمل 1 2 3 4 بس ما بعمل 5، ما بعمل 6، ما بعمل 7، أيا كان. فاللي بدي اعمله واضح واللي ما بدي اعمله واضح. طبعا اللي ما بدي اعمله طبعا بناء على المشروع، بناء على المشروع وشو هو المشروع اللي بدي اشتغل عليه. السلايد اللي بعد. Controlling the scope، كيف انا بتاكد اني انا فعلا ماشي زي ما انا كاتب في السكوب؟ The goal of scope control is to influence the factors that cause scope changes. انا ماشي فاي بدي احس انه بده يصير في تغيير بعدل عليه بحيث انه ما ابعد عن المسار اللي انا ماشي راسمه لنفسي. Assure changes، اذا اضطريت اغير لازم اكتبها كتابه واضمنها من ضمن الدوكيومنتيشن ولازم يتوقع عليها، لانه اي تغيير بده يصير بدي لازم اكون لازم ادخله بالمشروع بحيث انه يكون جزء من المشروع. صار تغيير ممكن ضفنا شيء غيرنا شيء
ما زال من ضمن المشروع، ولازم لما اكتب التشينجز هاي لازم اكتبها من منطلق انه هذا التغيير راح ياثر على كذا كذا كذا، وراح يمشي بيتناسب مع كذا كذا، فلازم اكون ضامنها من ضمن المشروع. اوكي خلينا بعد هاي عن السكرين. اوكي many changes when they occur. طبعا انا ما ببلش اعالج التغيير الا لما يصير او لما اقرب، فلما يصير في بده يصير في تغيير او بده يصير في شيء يغصبني اني اغير في مشروعي، لانه ممكن مثلا اذا انا بدي اعمل مشروع باستخدام ادوات معينه ممكن هاي الادوات بطل تكون موجوده، ممكن هم الكاستمر يغير رايه انه احنا حابين هاي هاي جزئيه المشروع تنضاف بلغه اخرى، فهذا التغيير ما ببدا اشتغل عليه لما اوصل له، لما هذا التغيير يصير ببدا اشتغل عليه. Okay. If you do not first do a good job of collecting requirements, defining scope, and verifying scope. فالمقصد هون انت يعني الشغل اللي ممكن احنا نشتغله ما يكون شغل سليم، ما يكون شغل صحيح، ما يكون شغل جيد لو ما عملناش collecting requirements صح، لو ما حددناش السكوب، لو ما عملنا الفيريفيكيشن للسكوب. الفيريفيكيشن للسكوب من البروجكت مانجر، من ستيك هولدرز، من الكاستمرز، من التيم، ايا كان الناس اللي بداوا بانهم يرسموا هذا المشروع لازم اعملوا فيريفيكيشن من خلال. اوكي لو ما بعمل هيك انا بكون شغلي مش سليم ابدا، مش جيد، مش ماشي على الاسس اللي المفروض امشي عليها. اعتقد اذا انا مش غلطان هون اخر السلايد. One more. Yes, one more. How do you collect requirements؟ هون كيف بدي اجمع البيانات عشان ابدا المشروع؟ لانه بدايه المشروع فعلا بعد ما احدد السكوب بدي اجمع بيانات. Interview all members. بعمل interview للناس اللي بتشتغل على السيستم القديم أو السيستم الحالي اللي بده يتغير. Interview stakeholders one on one. بجتمع مع الناس اللي ممولين شو بدهم بالضبط، فلازم أسمع منهم. Hold focus groups. هون معنى إنه بعمل groups بحيث إني أخلي هاي الجروبس تتناقش مع بعضها بإني أنا بالنهاية آخذ مضمون هاي الجروبس، او انا اجتمع مع هاي الجروبس عشان اعرف اجمع بيانات اكثر واكثر عن النظام اللي انا اللي هم بيشتغلوا عليه حاليا فرضا، اللي انا بدي اقدمه as a software او as an online software copy. فرضا عندهم manual system بالايد بيعملوا كل شيء، فبدي اعمل لهم نظام، بدي اسمع منهم، ممكن اعملهم احطهم بجروبس بحيث اني اسمع من جروب جروب عشان اخذ بيانات اكثر كم من البيانات علشان اقدر ارسم المشروع او اقدر ابني السوفت وير صح. facilitated workshops برضو workshops اللي هي برضو نفس فكره الجروبس نوعا ما، اني انا بجمعهم مع بعض بخليهم يشتغلوا مع بعض بحيث انهم هم يطلعوا شو هم بدهم البرنامج الجديد يعمل بالضبط وناقشهم فيه. facilitated workshops بهذه الطريقه. use software tools ممكن ان احنا نوظف عمليه السوفتوير تولز، اي نوع من السوفتوير عشان نجمع بيانات. على سبيل المثال في الجامعات دكاتره كثير بالجامعات او ريسيرشرز من اللي بيعملوا بحث ممكن يستخدموا فرضا جوجل فورمز فري سوفتوير جوجل فورمز انهم يعملوا سيرفيز. السيرفيز هاي بيجمعوا من خلالها بيانات بخطوب عشان هيك دراستهم بتقوم على هاي البيانات اللي بيجمعوها. فهاي تعتبر نوع من انواع التولز اللي انا ممكن استخدمها عشان اجمع بيانات. فبغض النظر عن شو هي التول، في موجود تولز عشان يساعدنا على جمع البيانات للمشروع اللي انا بدي اشتغله. واعتقد زي ما حكيت شفناها قبل شوي هاي اخر سلايد. خلينا ننتقل للشابتر السادس. الشابتر السادس بحكي عن تايم مانجمنت. هسه بدنا على طول نبدا نفكر ان احنا بدنا نرسم المسار اللي بنمشي عليه بالنسبه للوقت.
فبروجكت تايم مانجمنت انا لازم ارسم الوقت اللي فعلا بدي يمشي عليه، مش بس انا كمدير مشروع، على الفريق اللي انا بشتغل معه. وهذا التايم اللي انا برسمه او رسمته او راح ارسمه ايا كان، هذا التايم راح يتقدم على الستيك هولدرز، راح يتقدم للهاير مانجمنت، للمدراء العليا، للمدير الاعلى مثلا، بحيث انه يتاكد ان احنا ماشيين بهذا المسار، وهذا المسار راح نمشي فيه. بما معنى ممكن بعد شهر من الان بدات المشروع، بعد شهر من الان المفروض اكون في مرحله معينه بالمشروع. لو المدير مش بس البروجكت مانجر، ستيك هولدر خلينا اللي هو ممول، اجى بعد شهر على المشروع، لازم يكون احنا بالمرحله اللي احنا راسمينها في التوقيت اللي اعطيناهم اياه، اللي اعطيناهم نسخه عنه. فعشان هيك التوقيت دقيق جدا 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 لما ترسموا التوقيت بالنسبه للمشروع اللي راح تشتغلوا عليه. فبروجكت تايم مانجمنت. اوكي. Project time management simply defined involves the processes required to ensure timely completion. لاحظوا timely completion of a project, achieving timely completion of a project. احنا لازم نخلص المشروع بالوقت اللي احنا حاطينه على الجان تشارتس او الرسومات اللي اعطيناهم اياها، بحيث انه بتحدد المراحل اللي راح نمشي فيها والشغلات الاكتيفيتيز راح تكون موجوده في كل مرحله. Defining activities involved identifying the specific activities. انا ممكن اقرا لكم هاي، بس هاي السلايدات راح تكون موجوده عندكم، اقرأوها براحتكم، بس انا بدل ما اقرا هاي النقاط بدي اوريكم اياها ان شاء الله تكون السلايد اللي بعد هيك. فبس بدي اخذ بعض الكلمات من هون اللي هي بدنا defining activities. ماشي، defining activities هي واحد راح يكون عباره عن breakdown structure. هي اثنين، sequencing activities. وكمان estimating activity duration. activity duration. طيب هاي الكلمات خلينا نشوفها، وان شاء الله تكون السلايد اللي بعدها موجوده فيها جانت شارت عشان نشوف. لا والله الجانت شارت موجوده هون. خلينا نروح على الجانت شارت بعدين ننتقل نرجع لورا شوي، لانه هون بنحكي عن اكتيفيتيز، بنحكي عن تايم، بنحكي عن شغلات كثير، فيز واكتيفيتي ومايلستون. فشو هاي اللي احنا بنحكي عنها بالنسبه للتايم بروجكت مانجمنت؟ طبعا هاي الرسمه هاي اللي شايفينها هون على اليمين بتتعمل بما يسمى بالمايكروسوفت بروجكت، او حاليا حتى بسموه بروجكت كسوفت وير. وعلى الاغلب طبعا اي شركه بتعمل مشاريع لازم يكون نسخه عندها، لانه بيستخدموا اكثر شيء هذا البرنامج علشان التخطيط الزمني للمشروع. فجان تشارت اللي هي هذا الرسم اللي شايفينه هون، فلما تشوفوا رسم بهذا الشكل اعرفوا انه هذا اسمه جانت تشارت، جي اي ان تي تي تشارت. حكينا عنها قبل هيك بس هون يمكن للايضاح اكثر. اوكي، فهون هاي الخطوط السوداء العريضه هاي الكبيره هاي بسموها فيزز. هاي هي الفيزز. طيب هاي فيها الفيزز. اوكي، والفيزز على كل فيز في تحتها اكتيفيتيز. هاي الرمادي اللي هم اكتيفيتيز، يمكن شرحناها قبل هيك بس مش مشكله. فهاي الفيزز وجواها اكتيفيتيز. هذا الاكتيفيتي لاحظوا مثلا عندي هاي، اتوقع هاي جون 29 راح يبدا، راح يخلص خلينا نحكي تقريبا اذا هاي هي 26 او 28 ايا كان، جون 26 فرضا، خلينا نحكي جون 26. فجون عفوا جون مش 29 جون تقريبا راح يكون فورث، تقريبا جون فورث او فيرست ايا كان، اول الشهر يعني في شهر 6 راح يضلوا ماشي. لا خلينا نحكي 24/6 اللي هو هذا التاريخ اللي هو هون تقريبا هيك، شايفين هيك، لان هدول الارقام هي التواريخ واللي فوق هي الاشهر، ماي جون جولاي اغسطس سبتمبر اكتوبر. فهذا راح يبلش مثلا اذا اول الخط، اذا فعلا هو اول خط لان الصوره صغيره، معناها هو عباره عن 1/6 قبل اخر الخط
بشوي، خلينا ممكن نحكي ب 26 6 ب 27 6 ايا كان، لانه مش واضح برضو بالصوره، لان هذا من الخط اللي فوق هذا للخط هذا هو شهر 6، فهي هي التواريخ. فهذا بحكي لنا انه مثلا ببلش ب 1 6 وبيخلص مثلا ب 26 او 27 6. اوكي، هذا اكتيفيتي، هاي الاكتيفيتي وهاي الاكتيفيتي مع بعض، وهدول كلهم، هدول كلهم تحت فيز واحدة اللي هي هاي. This is the phase. شو هاي الفيز اللي هي اسمها executing. لاحظوا executing phase، هاي هي. وهون عندنا مثلا information، ايا كانت هاي الكلمات او ايا كانت هاي الكلمات، هاي فيز. اوكي، لاحظوا هون عندي برضو monitoring and controlling وسودا، سودا عريضة معناها هاي فيز. اوكي، فهاي اللي بلاك بولد او بلاك لاين عبارة عن فيزز، الجري عبارة عن اكتيفيتيز، هذول الاكتيفيتيز تحت الفيز، يعني كل هذول الاكتيفيتيز مع بعض يعني تحت مرحلة واحدة، هذول الاثنين اكتيفيتيز تحت مرحلة واحدة. اوكي، هسه هدول كلهم، كل فيز للاسف هون مش موجود، بس كل فيز لازم ينتهي بما يسمى بالمايلستون، اخر الفيز مايلستون. شوفي لو في عندي انا هون، لا بقى. لاخر الفيز بيكون في مايلستون. مايلستون عباره عن دات، عباره عن نقطه اخر شيء بتنكتب فعلا. بنحط زي هيك الفيز، بس من اول ما نحط انها هذا الفيز زيرو durations، يعني ما في ولا يوم فيه، صفر أيام no duration، معناها هذا بكون نهاية الفيز. يعني لو حطينا مثلا هون بالضبط، شايفين على هاي آخر مرحلة، هاي البولد السوداء، هاي الخط الأسود الصغير، لو خلينا هاي زيرو duration بتصير عبارة عن دايموند، يعني زي عبارة عن دايموند شيب. اوكي، معين اما يمكن عين دايموند شيب. الدايموند شيب بتكون احنا بنكون مواصلينها بايش؟ مواصلينها بهاي اللي فوق، فهاي هي هاي الفيز نهايتها اللي هي الدايموند شيب. اخر شيء دايموند شيب تحكي لي انه نهاية الفيز هون، بدها تكون بهذا التوقيت نهاية الفيز، بهذا التوقيت هون مثلا بتكون نهاية الفيس. أعتقد إحنا عندنا سلايد تبين بالحالة هاي أكثر، خلينا نرجع شوي سلايدات لورا شوي بعدين عشان نشوفها بشكل أحسن، بعد عشان أوضحها أكثر بعدين بنكمل. خليني أرجع شوي سلايدات اللي قبل هيك، لأنه مر علينا رسم هاي هذا نفسه. شوف لو مر علينا إشي تاني غيره، احتمال لا لا أنا هو. فالمهم، فهاي هي المايلستون، بدنا نعرف إنه أو أوكي أوكي إنه الأكتيفيتي هو الرماديات اللي تحت الفيز. مايلستون عبارة عن صفر دوريشن، بس هذا المايلستون بتعني إنه إنه هذا نهاية الفيز مثلاً. فأكثر من أكتيفيتي هون، عندي أكثر من أكتيفيتي نهايتها مايلستون، فمعناها اخر هدول الاكتيفيتي في مايلستون هون بتاريخ معين. اوكي، هاي اثنين ثلاث. هذا الرسم البياني بورينا الديبندنسيز، ديبندنسيز يعني يمكن برضه ناقشناها وشفناها قبل هيك. ديبندنسيز شو هي الديبندنسيز؟ يعني مثلا هاي الاخيره تعتمد على هاي اللي قبلها، وهاي اللي قبلها بتعتمد على اللي قبلها، واللي قبلها بتعتمد على اللي قبلها، وهاي بتعتمد على ممكن هدول كلهم، وهاي كمان. ف بما معنى الاسهم بيعطونا تفصيل انه ما بقدر ابدا، خلينا نحكي هون، ما بقدر ابدا هاي الا لما اخلص هاي، ما بقدر ابدا هاي الا لما اخلص اللي فوق اللي هي هاي. اوكي، معناها هاي اللي تحت تعتمد على اللي فوق، فهون بيعطينا الديبندنسيز في العلاقات ما بين الاكتيفيتيز او الفيزز. اوكي، او الفيزز يعني ايا كان، علاقات بين الاكتيفيتيز او الفيزز. خلينا نرجع سلايد لورا، لان حكيت لكم
انا نرجع بعدين نرجع شوي. There are five main processes involved in project scope management. لازم نجمع البيانات، لازم نحدد السكوب، لازم creating a work breakdown structure. breakdown structure زي ما شفنا بهالصورة هاي اللي قبل شوي، ال breakdown structure اللي هي هاي التفصيل الاكتيفيتيز اللي موجودة عندي، وبعد كل اكتيفيتي معينة فترة زمنية معينة ممكن يحتاج الديليفربل، فبنعطيهم الديليفربل بنهاية هاي الفيز. اوكي، وطبعا عادة الفيز بنقسمها الى smaller activities. smaller activities. اوكي. Verifying scope involves formalizing acceptance of project deliverables. هاي زي ما حكينا، إذا بدنا عشان نتأكد إن إحنا ماشيين صح، إحنا بدنا الموافقة على السكوب اللي عندنا. وطبعا اللي بوافق على السكوب اللي عندنا اللي هي الهاير مانجمنت أو الستيك هولدرز الموجودين مسؤولين عن المشروع أو تمويل المشروع بشكل عام، أو حتى الكاستمر. كاستمر لازم يوقع إنه يعني يكون أنا وياه فاهمين بالضبط شو أنا راح أعمل. ساعات بالمشروع احنا ساعات بنحكي بعض الامور اللي احنا فاهمينها والكاستمر فاهمها، بس بنرجع بنحكيها عشان هو يعرف انه احنا عارفين شو هو بده، اللي هو نبدا بسرد الموضوع اللي هو بده ايانا نسويه. controlling scope طبعا بدنا نتحكم بمسار المشروع من بدايه السكوب، بانه احنا بس بدنا نعمل ما يتعلق بهذا الاطار اللي احنا راسمينه لحد. اوكي. النتورك دايجرام، النتورك دايجرام نوع من انواع ان احنا نوري نوري مسار المشروع. بس مسار المشروع هم اثنين واكثر من اثنين، بس اثنين هم اكثر شيء الناس بتشتغل عليهم، اللي هو الجانت شارت اللي هي هاي، بعدين في شيء اسمه النتورك دايجرام. شو هو النتورك دايجرام؟ اللي هو زي الرسم البياني اللي عندنا. شو هو الرسم البياني اللي عندنا؟ فرضا بدي ابعد شوي عن الريجستريشن سيستم تبع الطلاب. بدي خلينا نحكي هون عشان نعطي المثال بشكل اوضح. انا بدي اعمل كمبيوتر لاب، بدي اعمل كمبيوتر لاب من لا شيء، عندي مكان فاضي، مكان فاضي بدي اعمل كمبيوتر لاب. كيف اعمل كمبيوتر لاب؟ او كيف ابشي في هذا المشروع؟ بس بدي اشرح الدايجرام من خلال اني بدي اعمل كمبيوتر لاب. فرضا زي ما حكينا، انا عندي انا مساحه، مكان فاضي، شو اللي بدي اعمل فيه؟ حكي مكتوب A B C، لاحظوا الاسهم. انا رقم واحد بلشت، بدي ابلش في المشروع. A هو الاكتيفيتي اللي انا بدي اعمله، B الاكتيفيتي اللي انا بدي اعمله، C الاكتيفيتي اللي بدي اعمله. هسا بما معناه A B C بدي اعمل هدول الثلاث بنفس الوقت. بدي اعمل هدول الثلاث بنفس الوقت، شو هم هدول مثلا؟ مثلا A عبارة عن اني انا بدي ادهن المكان. بدي ادهن ال 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 المكتب، الاوفيس، اللاب اللي موجود اللي انا راح اركب فيها المختبر، الكمبيوتر لاب. ف A دهان. ورقم واحد اللي هو اليوم، عفوا عفوا هون مش اليوم، هون مش اليوم، ف لا لا عفوا هون اليوم. ف A بدي ادهن، راح ياخذ مني يوم. فرضا بدي احكي هون انه بنفس الوقت لما ادهن بدي اروح ابحث عن طاولات للمختبر، او اتفق مع واحد اني ابنيهم. ايا كان الشيء بده ياخذ معي يومين، هاي 2 دايز، هاي 2 دايز. اوكي، هسه شو ممكن اعمل مع دهان واني اشوف الطاولات؟ ممكن اشوف الكمبيوترات، ممكن اروح اشوف الكمبيوترات اللي راح ياخذ معي 3 ايام، اللي راح ياخذ معي 3 ايام. اوكي، اخذ معي 3 ايام. طيب بعد ما ادهن شو بدي اسوي؟ بعد ما ادهن ممكن اني انا ابدا اركب، او ممكن احط صور، ايا كان الشيء اللي بيرتبط مع الدهان، اللي معتمد على الدهان. اوكي، يعني هذا رقم دي لازم اخلص الدهان اول عشان اقدر اعمل. ايا كان ممكن احط صور، ما اقدرش احط صور لما اخلص الدهان. اوكي، هون احنا حكينا عن
البي حكينا عن ممكن طاولات المختبر، ما بقدر اعمل خمسه، ما بقدر اعمل اي او اف الا لما اخلص طاولات المختبر. شو هم مثلا؟ خلينا نحكي اي، اني انا اركب الاسلاك، امدد الاسلاك، كي امدد الاسلاك اخليها جاهزه للكمبيوترات مثلا. اف ممكن لما اركب الطاولات، اي شيء ثاني غير تركيب تفصيل الاسلاك، ممكن اوصله، ممكن اعمل اوصلهم بالكمبيوتر الرئيسي، مش بس بينهم بين بعض، الكمبيوتر الرئيسي اللي بيكون موجود في مكان ما في المختبر. فهون بما معناه هاي الاكتيفيتيز A B C، رقم D بتعتمد على A، E و F بيعتمدوا على B، G بيعتمد على C. ترجع لورا شوي، لاحظوا عندي هون هاي بتعتمد على هاي، هاي بتعتمد على اللي فوق بهذا الشكل. فهاي هيك، جي بتعتمد على سي، اي بتعتمد على جي، فور زي ما حكينا بتعتمد على بي، او الاي اف بتعتمد على بي، اي بتعتمد على بي، بي بتعتمد على اي، اتش لاحظوا اتش بتعتمد على شغلتين زي ما انتم شايفين. اتش هاي لو نرجع رجوع بتعتمد على دي واي، دي واي لازم يكونوا خالصين عشان تقدر اقدر اعمل اتش. اوكي، والجي ما بقدر ابداه الا اذا كانوا كلهم خالصين، كان الاتش خالص، الاف خالص، والاي خالص، بقدر اعمل الجي. ممكن الجي خلينا نحكي كلوزنج، ممكن اني اعمل ريفيو اخير انه كل شيء شغال. اوكي، فهيك هي. فلما نحكي لك نتورك دايجرام is a schematic display of a logical relationship among or sequencing of project activities. هدول هم الاكتيفيتيز A B C D E F G H، هدول هم الاكتيفيتيز. ورقم أربعة خمسة هاي عدد الأيام، هذا بده ياخذ 4 أيام، هاي بده ياخذ يومين، هذا بده ياخذ 4 أيام، هذا بده ياخذ 5 أيام، هذا بده ياخذ 6 أيام، هذا يومين، هاي 3 أيام. في عندي كلمتين burst وفي عندي ميرج. بيرست وميرج، شو هو البيرست؟ البيرست بيحكوا لك انه بس كتعريف، هدول يعني كلمات الواحد بس ياخذها بعين الاعتبار اذا سمعها قبل هيك، او عفوا سمعها بعد هيك. شو هو البيرست؟ البيرست اللي هو اللي بتفرع من شغله، اللي بتفرع من شغله. يعني اي واف عباره عن بيرست من بي، اي واف عندي بيرست، هذول بسموها بيرست. صار عندي بيرست هون، عندي بي 2، لما يخلص بي 2 بقدر بعمل الاي وبعمل الاف. اكتيفيتيز الثنتين مختلفات عن بعض، بس ما بقدر اعملهم الا لما اخلص هاي، لما اخلص البي. هاي معناها بيرست. بيرست اوكي. الميرج اللي هو اندماج، الميرج اللي هو اندماج. على سبيل المثال الاندماج شو هو؟ عندي لو تلاحظوا اندماجين، اندماجين اوكي، اللي هو الدي والاي بندمجوا على اتش، دي واي بندمجوا على اتش، والاتش اف اي بندمجوا على جي. في عندي اندماج هون، في عندي اندماج هون. فمعناها الاندماج 4 5 بندمجوا، عفوا الدي والاي اللي هي 4 5 بندمجوا على اتش، وعندي اتش اف اي بندمجوا على جي. هاي هي الكلمات اللي متعارف عليها طبعا في المشروع. هسه شوف فائدة هذا النتورك دايجرام اللي انا بدي اعمله. فايدته ترى فائدة رائعة جدا. لو تلاحظوا تجمعوا كل الارقام هاي، كل الارقام هاي يعني مثلا 1 زائد 4 لكل المسارات، 1 زائد 4 زائد 6 11 زائد 3 هي 14، عندي 2 زائد 5 7 زائد 6 زائد 3 بجمعهم، بجمع 2 زائد 4 زائد 3 بجمع 3 زائد 6 زائد 2 زائد 3 بجمعهم كلهم، بحيث اني يعني فعلا من المسار ما بين A و D و H و J كم رقم راح يعطيني؟ خلينا نجمعهم، 1 4 6 3
هذول 14، فمعناها 1 2 5 6 8 حكينا 14. 14 عندي بي اي اتش جي 2 5 7 7 16 و6 13 و3 16 هاي مسار. اوكي بي اف جي، بي اف جي يعني 2 و4 و3 9. عندي سي جي اي 3 و6 9 و2 11 و3 14. مين بتذكر اكبر رقم موجود؟ وين موجود؟ راح نشوف انه زي ما احنا الرقم الثاني اللي اخذناه اللي هي بي اي اتش جي اللي هي 2 و5 7 و6 13 3 16. شو هذا الرقم 16 بيعني لنا؟ احنا شو احنا بنجمع ايش؟ احنا بنجمع عدد الايام بالاكتيفيتيز تبعونهم. يعني اي اكتيفيتي راح ياخذ معنا 5 ايام، اتش اكتيفيتي راح ياخذ معنا 6 ايام، بي اكتيفيتي راح ياخذ معنا يومين، جي اكتيفيتي راح ياخذ معنا 3 ايام. لما نجمعهم اكبر رقم عندنا بهذا النتورك دايجرام اللي هو 16 يوم. هذا معناها اقل وقت لازم ننجز، اقل وقت لازم ننجز المشروع فيه او نقدر ننجز المشروع فيه اللي هو 16 يوم. ما بقدر انجز المشروع في 14 يوم وعندي مسار في 16 يوم. فاقل وقت لازم انجز في هذا المشروع 16 يوم. ليش اقل وقت؟ لانه انا عندي 16 يوم، ممكن احدد بعد هيك احكي انا بسلم المشروع بعد 18 يوم، احدد بسلم المشروع بعد 20 يوم. اوكي فهون لما نحكي 16 هو اقل فتره زمنيه انا لازم اسلم المشروع فيه، اقل رقم في فتره زمنيه. النتورك دايجرام شوز كريتيكال باث. شو هو كلمه الكريتيكال باث؟ اللي هو الباث اللي احنا رسمناه، نحن عرفناه اخر شيء، الكريتيكال باث اللي هي اطول فتره زمنيه كاكتيفيتيز، كاكتيفيتيز اوكي كاكتيفيتيز. سو فالكريتيكال باث عندي اللي هو بي اي اتش جي بيساوي 16، 16 يوم، 16 يوم زي ما حكيت لكم هذا اقل فتره زمنيه. ليش؟ لانه ما بقدر احكي اني انا بقدر انجز هذا المشروع ب 14 يوم وعندي مسار طوله 16 يوم. معناها في شغله انا ما راح اعملها بشكل جيد عشان اختصر الايام. لا، انا اذا شفت ان الكريتيكال باث عندي 16 ممكن بسرعه بسهوله احكي لهم مده هذا المشروع اني ابدا واخلص هذا المشروع في 16 يوم. هذا هو الكريتيكال باث. السلايد اللي بعده او اخر سلايد. هيك كنا، هيك بنكون خلصين، خلصنا تشابتر 5 و6. 5 اللي هو السكوب و6 اللي هو التايم، الفترة الزمنية اللي أنا راح أرسمها وراح أمشي عليها بالمشروع. هيك بنكون خلصين، خلصنا زي ما حكينا 5 6. يا ريت إذا في عندكم أي أسئلة اكتبوها لحد ما إن شاء الله نتلاقى، وأنا بكون جاهز لأي أسئلة بتسألوها بأي تشابتر من التشابترز اللي بين إيديك. الله يعطيكم ألف عافية، ونراكم إن شاء الله في إن شاء الله فيديو جديد ولقاء آخر. سلام.